تعالوا مع بعض نعمل طاجن لسان العصفور مع بعض. مقاديره على الشاشة، نحطه على النار عشان يبقى عندنا وقت نعمل سلطة البنجر بالخضار. طاس على النار، معانا لسان عصفور، نشوف المقادير ولا خلاص يا شباب؟ حابين ايه؟ لسان عصفور اهو، ومعانا بصل، ومعانا توم، معانا فلفلة حلوة، ومعانا فلفل رومي لطيف وجميل، وجوزة الطيب ده اساسي، وفلفل حار، واختياري الفلفل الحار، وسمنة بلدي. السر في طاجن لسان العصفور شوية السمنة البلدي، خلي بالك تحمير لسان العصفور في السمنة البلدي هو ده السر. اه الله، زي الفل. هنخليهم على النار كده يدفيهم شوية من غير أي حاجة ولا سمنة ولا زي ما هو كده، هندفيه وبعدين نسقط عليه السمنة البلدي. اه ده جديد. نار كده، وتحط لسان العصفور لانك انت ياما مطلعاه من الدرج بتاع المطبخ، جايباه من السوبر ماركت، يدفيه كده اهو، وبعدين نسقط عليه السمنه البلدي مع بصلايه ناعمه مع فص يا نعم. افصح عن السؤال يا 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 اخي، قول عايز ايه؟ فسر لي يا مدحت شفيق فاروق عايز ايه؟ أنا لما بقول بدفيه لسان العصفور فيه رطوبة لأنه ده مكرونة متصنعة، فأنا عايزه يتحمر وعايزه يشرب السمنة البلدي، فأعمل إيه؟ مش عايزه يتحمر جامد، فأنا بسخن الطاسة وبنزل بلسان العصفور من الكيس وأحمصه شوية كده من غير أي حاجة خالص، أدفيه زي ما بعمل السمسم كده وأعمله سمسمية أو الفول السوداني وأعمله إيه فولية، أدفيه كده من غير أي حاجة خالص. أه دلوقتي أول ما أنزل السمنة البلدي هتلاقي لسان العصفور ده بيزغرط، يقول لك ايه العب يا واد. اه شفت اه دي بقى ده دي ده دي الخبره الطهويه. بس انا كده من غير ايه تقليبه خالص كده، شفت التقليبه دي كده؟ هتلاقي لسان عصفور اتحمص كده وخد لون من غير اي حاجه خالص. طب لسان عصفور ده متصنع من ايه؟ من دقيق وبيض ورشه ملح ورشه زيت. دقيق وبيض ورشه ملح ورشه زيت. يعني مثلا نقول كوبايتين من الدقيق بياخدوا بيضه، بياخدوا ربع كوب او معلقتين من الزيت ورشه ملح. ده تصنيع المكرونة أو لسان العصفور بمكن متعدد الأشكال والألوان والمواهب والتكنولوجيا. نرجع للبصل بتاعنا، اللهم صل على النبي. لا شوية بصل حكاية، هنسيب اللحمة وناكل البصل. شفت البصل ده ازاي؟ شفت البصل؟ شفتي؟ اهو شفت اهو. التغطية دي مهمة جدا. شفتي اللون اتغير ازاي؟ لسه ما خلصتش. بص بص الكرمله طلعت ازاي، بص بص على الحلاوه، ده كان ابيض. شفت ازاي بدات تيجي من تحت يعني. ونغطيه تاني. الخبره هنا والتركايه هنا في ان انا اجيب غطا محكم. والله دورت على الغطا والطاسه قبل ما افكر في الموضوع. الشكل ده كده البرجر اخباره ايه؟ نبص عليه. اوه اوه شفت الحلاوه، شفت الجمال. درجة حرارة الفرن كام؟ 180. هندخلهم الفرن. الله، في تركية اعملها هنا بقى، بس دي في سرك يعني. الشوات الجوس اللي نزلوا من البرجر دول او البهريز اللي نزل من البرجر ده تقدر انك انت تستغليه في لسان العصفور. شفت المطبخ بقى وشقاوته؟ في بهريز نزل دلوقتي في الطاسة وفي فليفر نزل من الطاسة. بعد تسوية البرجر باخد الطاسة دي اللي مكان تحمير البرجر، في حاجتين، يا اما اخد البصل ده اقلبه فيها دي حاجه، يا اما اخد السائل ده اعمله مع لسان العصفور. خليكي كده عندك فراسه في المطبخ بتاعك. هناخده زي ما هو كده عم الشيف وندخله الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين تطلعوا فاصل يا شباب؟ الله الله على الحلاوه. لا لا بالله عليك، استنى استنى بس عشان انا ايه قلب الصغير لا يتحمل. شفت الحلاوه؟ شفت الحلاوه؟ يا ويلي يا ويلي، لسان العصفور دلوقتي ما حدش قده، حدش قدك، حدش قدك، واخد الخبرة والطعم وكل حاجة. نرجع تاني البرجر للفرن. الله يا حلاوة. بص على البرجر كده ودعه، ايه الحلاوة دي؟ والصورة تسبق الحديث على شاشة القناة الأولى. تعالوا مع بعض نقلب لسان العصفور. سيبوني بقى أعيش مع لسان العصفور وأشوف إيه حكايته لما حطيت له طبعًا البهريز والخبرة الطهوية بتاعة البرجر اللي أنا عملته، وفي قلب الطاسة والمغازي جاب الخلاصة. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لشوية لسان عصفور. تسلم ايدك يا ماما، يا ست الكل يا امي،
يا ست الكل يا زوجتي، يا ست الكل يا اختي، يا خالتي، يا عمتي، يا حماتي. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ تركيه هنا خدنا البهريز اللي نزل من البرجر. طبعا يعني مش لازم انك تكوني بتعملي لسان عصفور وعندك برجر، بس هي طالما دي موجوده فانا بعلمك ازاي الافتكاسه حسب الحاله اللي انت فيها في المطبخ. عملنا برجر وعندنا جوس، بتعملي شاورما وعندك جوس، بتعملي تشوي لحم وهكذا، بتحمري فراخ وهكذا، فخلي عندك دايما الحضور في انك ازاي تعملي افتكاسه حلوه في المطبخ. ادي لسان العصفور اتحمر بمعلقه سمنه بلدي، طعمه حكايه، في البصله، في التومه، معلقه الفلفله الحلوه اللي هي الهريسه الحلوه، تنزل كده. اوبا، ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ الله. عندك شوربه فراخ في الثلاجه، شوربه لحمه في الثلاجه، مفيش لا ده ولا ده، معاك المغازي، لا تفكري ولا تحتاري، هخليكي تختاري بعون الله. شفت اللون؟ شفت الحلاوه؟ لسه ما خلصتش. اللهم صل على النبي. عندي شوربه بقى على النار، الشوربه دي من صنع ايديا وحياه عينيا، عباره عن بوكي جرني، بصل، توم، كل دول مع بعض. خليناهم يطلعوا النار، قالوا الكلام، ولازم نصفيهم كويس بمصفه زي دي كده. الله، ده انا عايزك تجيب اللون الحلو ده كده اللي في قلب الطاسه، بالله عليك، اللي تزور النبي يا اخي، اللي تزور النبي. هو ده، هو ده، هو ده. شفتوا الكرفس طالع ازاي؟ هو ده. الله الله، بس خلص الكلام من قلب. اول مره اشوف لسان العصفور بالطعم ده. نسيبه على النار. طيب، بشره جوزة الطيب على لسان العصفور. ليه جوزة الطيب يا شيف؟ بتدي فليفر وتعلي الطعم، ما تكتريش منها، زي الفل. تقليبه حلوه. الله، تو بتعملي ايه بقى واحنا شغالين كده في السكه في السكه في السكه؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ بصلايه كده حطيتها في قلب الايه، في قلب لسان العصفور. هو ده. دي حكايه، دي حكايه بقى، دي حكايه، عايزه قاعده وعايزه كلام حلو قوي. لسان العصفور خلص كده معايا. برضو شوف الافتكاسه دي اللي اعملها حالا دلوقتي وانت معايا. ده المطبخ، شوية شوربة من دول، شوية شوربة من دول. الله، عايش في حبك، عشقي المطبخ، عشقي المطبخ. مكان تحمير البرجر، لسان العصفور الحلو اللي عندي، تعالى يا حلو. شفت الشقاوة؟ بص على الشقاوة، بص على الشقاوة، هو ده. لف محلات الدنيا بقى وشوف حد يعمل لك لسان عصفور بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي، ونسيبه على النار يعيش. شوية لسان عصفور مش زي ما قال الكتاب، زي ما قالت الطاسة. سيبيه على النار. يا فندم، شفت ده بقى فين؟ ده في حاجات تفاصيل كتير قوي، في طعم كتير قوي. لو انت بتعمليه من غير التكنيك اللي انا عامله ده، مستحيل. بجد بجد هيدعي لي اللي ياكل من ده. تعالوا نشوفوا لسان عصفور هنقدمه لحضراتكم ازاي. ده حكايه بقى، لسان عصفور ده لو قعدت اتكلم عنه للصبح انا مش عارف هو طلع معايا ازاي للامانه يعني. ارزاق. الله الله. اكله دي قولي عليها اكله. يعني ايه اكله؟ يعني اكله كده واحد ياكلها مع طبق سلطه خضراء مع فراخ مشويه. نعم يا ست الكل، مع فراخ مشويه وخلص الكلام، زي الفل تمام. دي عايزه طبق سلطه خضراء عينيه، طبق عايزه طبق سلطه خضراء، وعايزه حته بطيخه حلوه كده. بطيخ الموسم السنه دي الحمد لله زي الفل. كل ما اجيب بطيخه الاقيها حمراء. هناخد لسان العصفور ده كده. الله، شويه البصل اللي انا حطيتهم في الاخر دول عدلوا مزاجه. حاضر. اللهم صل على النبي.
حلو قوي، مش محتاج حاجه، مش محتاج يخش النار، زي الفل.